التمر غير قواعد هذه الصناعة ودخل منافسا شرسا على الخط. قد تصاب بالدهشة إن أخبرتك أن هذه الشرائح من البطاطا ستكون ألذ مع كاتشب وشطة التمر. نعم، كاتشب وشطة التمر، إنها ليست صناعة جديدة بل صناعة تحويلية تعد هي الأولى على مستوى العالم، حيث يتم هنا إنتاج كل ما تريده من عصارة التمر بعد الدراسات والأبحاث والتجارب اللازمة. الفكرة إنه التمر فاكهة، كيف أحل التمر محل أي فاكهة تصنع؟ صدرت عنا منتجات جديدة في العالم يلي هي كاتشب التمر وشطة التمر وكريمة التمر وعصير التمر الطبيعي الفوار. تعد السعودية من أكثر دول العالم إنتاجا واستهلاكا للتمور، حيث تستحوذ لوحدها على أكثر من 568 ألف طن سنويا، أي ما يوازي 17% من الإنتاج العالمي، مما ساعد في إنجاح الفكرة وتسويقها. الأطفال، الشباب، المجتمعات الأخرى التي لا تعرف التمور لا تقبل على استهلاك التمور بالطريقة التقليدية، بينما عندما يتم تحويل التمور إلى صناعات تحويلية تحاكي بعض المنتجات المرغوبة لدى المستهلك أصبح عليها إقبال واستفاد منها كقيمة غذائية للإنسان. فالتمر غذاء غني بالمعادن والأملاح اللازمة لجسم الإنسان، فالطلب يتزايد من داخل وخارج السعودية للحصول على باكورة إنتاج الفكرة الوليدة التي لم يمانع صاحبها في تقديمها مجانا لمن يريد تنفيذها أيضا، بعدما حول إنتاج مصنعه الذي كلف أكثر من 23 مليون ريال لمنتجات التمور التحويلية. منتجات جديدة تضاف إلى الأمن الغذائي في السعودية تقدمه أعظم صيدلية. فهد بن جليد، MBC، بريده.